حصة خاصة. السلام عليكم مستمعينا أينما كنتم في إفريقيا، نحييكم. أنتم تستمعون لإذاعة إفريقيا أفام. اليوم حصة خاصة سنتحدث فيها عن الجزائر، نهضة كبرى تعيشها البلاد في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا. فعلى الصعيد الدولي أضحت الجزائر قوة سياسية ولها صوت مسموع في أعلى المنابر الدولية، فعادت بقوة إلى الساحتين العالمية والإقليمية نتيجة سيادة باتت تمتلكها. قال رئيس البلاد عبد المجيد تبون أنها لا تمس، رافضا مبدأ الاستدانة والتوجه نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي كسبيل لتحقيق أمن غذائي مستدام. هذا الموضوع سنتناوله مع ضيوفنا بعد دقائق، لكن قبل ذلك دعونا نستمع لهذا التقرير من إعداد سمية عباس وقراءة آسيا بخات. ركن اليوم بين السطور سنتحدث فيه عن الجزائر والخطوة الكبيرة التي خطتها نحو تحقيق الأمن الغذائي بحصولها على المركز الثاني إفريقيا في إنتاج القمح خلال موسم 2023-2024، مطيحة بذلك بالجارة المغرب. هذا المكسب الاستراتيجي الثمين جاء نتيجة السياسة الرشيدة الداعمة لقطاع الفلاحة وتربية الماشية. دعونا نستمع لهذا التقرير ثم نعود. بين السطور. الجزائر تزيح المغرب وتحل محلها في سوق الدول الإفريقية المنتجة للقمح، هذا ما جاء به بيان لإدارة الزراعة الأمريكية USDA الذي توقع بأن يتجاوز إنتاج الجزائر للقمح هذه السنة 7 ملايين طن بزيادة نسبية تقدر ب11%، فيما تناقص مردود الجار الغربي للجزائر ب39%، ما يجبر المغرب للتوجه نحو الاستيراد وتوجيه إنتاجها المحلي كعلف للماشية مقارنة بالجزائر التي تعرف اكتفاء ذاتيا هذه السنة وتخطط لتصدير فائضها مستقبلا نحو الدول الإفريقية. وحسب نفس التقرير تتصدر مصر قائمة الدول المنتجة للقمح إفريقيا ب9.5 ملايين طن سنويا، وهي أكبر مستهلك ومشتري للمادة في إفريقيا والعالم، حيث بلغ إجمالي استهلاكها 20.5 مليون طن من القمح سنة 2023. وجاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة بإنتاج مقدر ب2.7 ملايين طن سنويا، وهي أكبر دولة من حيث عدد السكان في إفريقيا، بينما اكتفى السودان بالمرتبة الخامسة إفريقيا لكبار المنتجين لمادة القمح عام 2023، إذ بلغ إجمالي الإنتاج المحلي من المحصول 2.2 مليون طن سنويا. كيف يمكن قراءة هذه الأرقام؟ تقدم الجزائر على مستوى إنتاج القمح ليس وليد الحظ، فبالإضافة إلى الكرم الإلهي وكمية الأمطار الوفيرة التي تساقطت على المناطق الشرقية للبلاد، اعتزمت الجزائر استراتيجية جديدة لدعم مجال الفلاحة وتربية الماشية، وقد تجسد ذلك من خلال استفادة 135 ألف فلاح من البذور مجانيا، وهذا بمجموع 2.8 مليون قنطار من البذور و1.5 مليون قنطار من الأسمدة الفوسفات والآزوتية. كما عمدت الجزائر إلى توسيع المساحات الزراعية إلى المناطق الجنوبية من البلاد من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية. من جهة أخرى، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي الصحراوية وضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة في الهكتار وتشجيع الفلاحين من خلال تثمين المزايا الممنوحة من طرف الدولة، وكذا تعميم استخدام الوسائل العلمية. ما الذي يمكن استخلاصه من كل هذه الأرقام؟ بداية، خطت الجزائر خطوة كبيرة في مجال إنتاج القمح لإدراكها بأنه منتوج استراتيجي، خصوصا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبيا على إنتاج وتصدير القمح في العالم وكذا أسعاره في الأسواق الدولية. من جهة أخرى، التوجه نحو تصدير مادة القمح إلى الدول الإفريقية مستقبلا لا يعتبر مكسبا اقتصاديا فقط، بل يتعدى ذلك لكونه من أفضل الطرق التي تحاول الجزائر انتهاجها للتموقع إقليميا ونشر نفوذها إفريقيا. بشرت الجزائر في صمت ثورة زراعية خلال السنوات الأخيرة بعد انتهاجها سبل الدول
التي تؤمن أمنها الغذائي وخاصة في مجال الحبوب حتى لا تبقى رهينة تقلبات السوق أو العقوبات الدولية. وفي المقابل كلما كرمت الأرض أخرجت ما في باطنها من خيرات، لأنه كما قال حمورابي: البيت لمن يملكه والأرض لمن يزرعها، فإن شاء أخرج منها التمر والحب والنبات، وإن شاء أفسدها وجعل منها منبتا للحشيش وسمومه. هذا هو السؤال الذي سنجيب عليه اليوم في حصة في الحصة الخاصة، سؤال: كيف استطاعت الجزائر تحقيق هذه الأرقام؟ كيف تمكنت الجزائر من تحقيق هذه النهضة الكبرى في قطاع الفلاحة؟ طبعا بالتركيز على الجنوب الجزائري. هذا سؤال نجيب عنه ونتناوله بالتفصيل مع ضيوفي. ضيف الحاضر معي السيد مصطفى هدام، المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية. أهلا بك سي مصطفى. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. كل الشكر لك. أيضا سيكون معنا على الهاتف السيد أحمد مانحة، المهندس والخبير الفلاحي، بعد لحظات. وأيضا معي الآن منيب أوبيري، رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بالجزائر. أهلا بك سيد منيب. اهلا وسهلا ومرحبا وشكرا استضافتك. شكرا لك. بعد قليل ايضا سنربط الاتصال بوالي ولايه عامه الناس بزغزال لنتناول ولايه عامه كعينه لهذه النهضه. نبدا مع السيد مصطفى هدام. السيد مصطفى، هذه الديناميكيه، هذه النهضه التي حدثت ليست وليده الصدفه، ليس قرارا يتخذ اليوم ويطبق في الغد، ولكن هو شغل طيله سنوات. طبيعه الحال هو انا شخصيا أؤمن بالمعجزات الإلهية فقط، أما المعجزات الأخرى التي يتدخل فيها البشر فلن تكون أبدا أي معجزة إلا بالعمل الدؤوب وبالتخطيط وبرؤية استشرافية. هذه الرؤية الاستشرافية فرضت على السلطات العمومية في الجزائر ابتداء خاصة في السنوات الأخيرة، فرضت عليها ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لإعطاء دفعة قوية للإنتاج الفلاحي. أنت تقصد أن الجزائر مثلا قبل 3 أو 4 سنوات كانت تعاني، كان هناك استدانة، كانت تعاني من عجز في الميزان التجاري، كانت هناك مواد كبيرة تستورد من الخارج. احنا في الجزائر عرفنا مراحل متعددة. هو كل الاقتصاديات المبنية على تصدير مادة واحدة وهي البترول والغاز، لما نقول مادة واحدة هي كل المواد الأحفورية، لما تصدر مادة واحدة وكل اقتصادك مبني على هذه المادة وأنت لا تتحكم في أسعار البترول وأسعار الغاز في السوق الدولية، هذا يعني أن اقتصادك سيعرف مراحل نمو كبيرة لما يرتفع سعر البترول. لما ترتفع أسعار البترول والغاز وينخفض بنفس الطريقة. ولما نتحدث عن السيادة، من بين أسس السيادة ما يعرف في السنوات الأخيرة خاصة بعد الحرب في أوكرانيا ما يسمى بالسيادة الغذائية. مررنا من مرحلة أولى كنا نتحدث فيها عن الأمن الغذائي، أما الآن فهي القضية قضية سيادة غذائية. وهذا أسمحك سيد مصطفى، هذا ما أكد عليه الرئيس عبد المجيد تبون طيلة تصريحاته في كل مرة في خطاباته، يقول أن الجزائر يجب أن تكون لها سيادة حرة في اتخاذ قراراتها، ولكن هذا لن يكون إلا بتحقيق اكتفاء ذاتي والتوجه أيضا نحو التصدير. أولاً من هذا المنطلق بدأت الجزائر في خطوة جديدة. أولا أفتح قوس من رئيس الجمهورية قبل انتخابه وضع جملة من النقاط ما يعرف بال45 نقطة في برنامج رئيس الجمهورية، من بينها وأكد على ذلك مرارا وتكرارا أثناء عهدته، أكد على جانبان. الجانب الأول هو رفع التصدير ولكن تنويع الصادرات، الخروج من تصدير مادة واحدة وهي البترول والغاز، وتنويع
الصادرات. سنين تخفيض الواردات بقدر الإمكان مع مراعاة مستلزمات الاقتصاد الوطني وتلبية حاجيات المواطنين، والوصول إلى مرحلة توازن بين تنويع الصادرات وتخفيض قدر المستطاع من الواردات دون المساس بالاقتصاد الوطني وبتلبية حاجيات المواطن يقتضي استراتيجية. من بين أسس هذه الاستراتيجية أولا الأمن الغذائي، والأمن الغذائي لا يتأتى إلا بفلاحة قوية وبفلاحة تستعمل فيها الوسائل التي تضمن التنمية المستدامة، لأنه جميل جدا أنه في سنة معينة تصل إلى أرقام خيالية، إلى أرقام كبيرة جدا، ولكن المهم في الأمر أنك تضع استراتيجية أسس وكل إمكانيات التي تضمن ديمومة هذه النتائج، لأنه ديمومة النتائج الفلاحية تدخل فيها عناصر مباشرة. هذا هو التحدي. التحدي أنك تضمن العناصر التي تدخل بطريقة مباشرة في سيرورة الإنتاج الفلاحي، وكذلك ضمان التمويل، وضمان التمويل يقتضي خلق الإطار أو البيئة المناسبة للاستثمار الوطني ولجلب الاستثمارات الأجنبية. هذا إذن هناك استراتيجية متكاملة لتحقيق اكتفاء مستدام في مستدام. نعم. مستدام هذا هو المهم الضمان الديمومة. نعم، هذه النهضة سيد مصطفى لم تحقق أو حققت بإرادة سياسية، يعني قوانين جديدة، كان هناك تسهيلات، كان هناك دعم من الدولة، ولكن الشطر الثاني من هذه النهضة، من تحقيق هذه الديناميكية، هي أنها وجدت سواعد جزائرية رفعت التحدي، وهي نقطة أنت بذاتك سيد مصطفى هدام تركز عليها بشكل كبير، ضرورة وجود يعني طاقم مؤهل لمرافقة الفلاحين من مهندسين يرافقون الفلاحين طيلة عملهم في 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 القطاع. معنا إذن مستمعينا بخصوص رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين سيد منيب أوبيري. منيب، أنت تستمع لنا منذ دقائق نتحدث عن هذه النهضة في قطاع الفلاحة. تتواجد أنت بالجنوب الجزائري سيد منيب، والسيد مصطفى يؤكد على ضرورة وجود كادر مؤهل لمرافقة الفلاحين. كيف كان عملكم طيلة السنوات الماضية لتحقيق هذه الأرقام؟ على كل حال، بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، تحية مسائية أزفها للحضور الشريف الكريم اللي يشارك معنا اليوم في هذه الحصة عبر قناة أفريكا أفام، وإلى كافة مستمعي قناة أفريكا أفام. نحن كمهندسين زراعيين على كل حال كتقنيين مؤهلين لمرافقة البرامج وإنجاح الفلاحية على مستوى كافة ربوع الوطن، قمنا بإعداد خارطة الطريق، يعني مثل ما توضع الدولة خارطة الطريق والقطاع المشرفين على القطاع يعملوا خارطة الطريق، احنا كان عندنا كذلك رؤية واستراتيجية واضحة لتنمية القطاع وتطويره ولمرافقة وإنجاح كافة البرامج التي تشرف الدولة على تجسيدها وإنجازها ميدانيا. يعني كنا في البداية عملنا تقريبا علاقات ومميزة والاتفاقيات مع كافة المتعاملين في هذا القطاع، يعني وهبنا أنفسنا وسخرنا أنفسنا باش نكونوا في خدمة المتدخلين مختلف المتدخلين في هذا القطاع. هل يمكن سيد منيب أوبيري أن تعطينا أمثلة حالية مثلا لما عيشته مع مستثمر مثلا دخل القطاع أو كانت له النية للاستثمار بشكل أوسع في 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 القطاع؟ أمثلة حية من فضلك. معلش، ما في مشكل. احنا قلنا سخرنا وأنفسنا وهبنا أنفسنا باش نكون في خدمة كافة المتدخلين، سواء هيئات عمومية رسمية ولا معاهد تقنية إلى غير ذلك، مهنيين، فلاحين، مستثمرين،
إذا كان بذلك من الأخير نتكلم الأمثلة حية، تقول لي مستثمرين وفلاحين، مكاتبنا وخبراءنا، مكاتب الدراسات وخبراءنا اللي يشتغلوا معنا يقوموا بإعداد الدراسات وإعداد دراسات المشاريع اللي تنجز في الميدان بالنسبة للمستثمرين والفلاحين. مهندسينا اللي يشرفوا على توزيع الأدوية الفلاحية والمبيدات وغير ذلك، كذلك يقوموا بمتابعة المزارع الخاصة بهؤلاء المستثمرين والفلاحين وإعطائهم الإرشادات اللازمة وإلى غير ذلك. إذا كان تكلمنا كذلك على الإرشاد والعمل التقني والميداني كذلك من خلال القوافل الزراعية الميدانية اللي أشرفنا عليها يعني في عديد المواسم وفي عديد الولايات، بالنسبة سواء للحبوب للمسار التقني للحبوب الصحيح للحبوب أو غير ذلك، أو بالنسبة للأشجار المثمرة أو في كافة الشعب والمجالات، يعني وصولا الآن إلى مساهمة بشكل فعال في قضية إعداد الإحصاء العام للفلاحة الذي هو ساري الآن ميدانيا. وبالتالي المهندس هذا والتقني والدوره راه لا مفر منه ولا يمكن أن نتجاهله في تحسين الوضعية الحالية للقطاع وللنهوض بالقطاع، ويكون عنده بطبيعة الحال أثر إيجابي في خلق هذه الثورة والنهضة الزراعية التي اليوم حبانا بها ربي في الجزائر، والتي كما ذكر التقرير ترجع إلى التنم على الاستراتيجية وعن وعي يعني للجهات المختصة والسلطات في النهوض بهذا القطاع والارتقاء به، كما شهدنا وكما يشهد كما يقولوا الوطن هذه النهضة في شتى المجالات وليس في الحبوب فقط، إنما يعني في عديد المجالات. شكرا لك سيد منيب أوبيري. سيد مصطفى، نفس النقطة التي اتفقنا عليها، صحيح أن هناك إرادة سياسية، قوانين وقوانين جديدة، تسهيلات ودعم، ولكن الموارد البشرية، الكادر الذي يساعد ويرافق الفلاحين الذين هم أيضا مشكورون، هم أيضا سواعد البلاد، يجب تواجدها ويجب الحرص على تطويرها أيضا. هو في الواقع المقاربة لما نعمل مقاربة استراتيجية تتسم بالشمولية، بالشمولية مش بالمفهوم السياسي، بالشمولية أي أنها تأخذ بالحسبان كل الجوانب. ولكن هذه قناعتي كمدير عام لمؤسسة تهتم، لمكتب دراسات يهتم بالجانب البشري وبالتنمية البشرية، قناعتي أنه مهما وضعت استراتيجيات ومهما جمعنا كل سبل النجاح من الجانب المالي، من جانب طرق التسيير، حسن طرق التسيير، العامل البشري يعتبر حجر الزاوية في كل استراتيجية. الآن يجب أن نعمل مقاربة موضوعية. في الجزائر كوننا آلاف بل عشرات الآلاف من المهندسين في مجال الفلاح، ويجب التذكير أن هناك مؤسسات في تكوين الفلاحي، مؤسسات عريقة وعريقة جدا، تكون فيها آلاف المهندسين الفلاحيين من إخواننا في كل بلدان إفريقيا. هي مؤسسة عمومية سيد مصطفى. مؤسسة تكوينية، المعهد الوطني للتكوين والبحث في الفلاحة، لينا لانستيتيو ناسيونال داغرونومي، الذي كون مئات من المهندسين في الفلاحة من ضمن إخواننا الأفارقة من مالي، نيجر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، كل بلدان إفريقية التي درسوا في الجزائر. إذن عندنا مؤسسات عريقة. من تصريحك أفهم مصطفى هدام أن الجزائر تسعى أيضا لتوزيع أو إيصال ما وصلت إليه حتى للدول الإفريقية.
هذه من عادات هذا الشعب، ومن ضمن استراتيجيات الدولة الجزائرية منذ الاستقلال. الدولة الجزائرية اتسمت في هنا طبيعة الحال قوس، سنفتح قوس، اتسمت بثلث سمات: أننا قدمنا يد العون ولسنا مشكورين على ذلك، هذا دورنا، لأننا عانينا ونعرف قيمة الاستقلال، نعرف قيمة قدمنا اليد والمعونة لكل إخواننا في إفريقيا للاستقلال، وقدمنا بكل ما أوتينا من قوة بالمساعدات في التكوين الهندسي المعماري الطب التكوين العسكري لآلاف أو عشرات الآلاف من إخواننا الأفارقة. وهذا ما أشار إليه السيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قال أن في الأشهر الماضية قال أن الجزائر ستسعى لتصدير المادة الأساسية في إنتاج الأسمدة لدول إفريقية ومساعدتها أيضا في تحقيق اكتفاء ذاتي مثل ما حققته الجزائر اليوم. نحن جزء من إفريقيا وجزء فعال في إفريقيا، يؤمن بدوره ويشارك بدون أفكار مسبقة وبطريقة نبيلة في كل ما يتعلق بتنمية إفريقيا. وهنا أغلق القوس لأقول كذلك أن تكوين الإطارات السامية شيء جميل وجميل جدا، ولكن تكوين الإطارات التطبيقية يجب أن نعود إلى تكوين. الآن عندنا مهندسين انجينيور ديتا، مهندسين دولة، كان عندنا في مدار في مؤسسات عديدة مثل في مستغانم كنا نكون ديزانجينيور دابليكاسيون، مهندسين تطبيقيين. هناك درجات أخرى، تقني سامي، تقني، وحتى في السنوات الماضية كان عندنا ديزاجون تكنيك أغريكول، عنده تكوين ويعيش مع الفلاح. ديمومة، وأعود دائما إلى هذا، ديمومة هذه النقلة النوعية والكمية في إنتاج الحبوب وفي المنتوجات الأخرى. من كان يصدق أن واتسوف تتحول في بضع سنوات من منطقة قاحلة ومن أراضي كادت تعاني بما يسمى بعودة المياه، لا رومونتي ديزو، وهي المياه القذرة التي كانت تقضي على كل الأراضي الفلاحية. الصورة تغيرت اليوم، الآن واتسوف تحولت إلى منتج هام في الخضروات، في الفواكه، حتى في بطبيعة الحال في القمح وكل والبقوليات كذلك. هذا لم يأتي صدفة، أتى أولا بفضل استراتيجية، بفضل دعم ومساعدات للفلاحين، ولكن بفضل إدخال التقنيات الجديدة في الإنتاج. ومن يشرف على إدخال هذه التقنيات هم التقنيين الفلاحيين، هم الأعوان التقنيين للفلاحة. نعم، استسمحك سيد العامل البشري. العامل البشري مهم جدا. قلت وأذكر أنه حجر الزاوية، هو حجر الزاوية. بحديثك عن العامل البشري، معي أحمد ملحة المهندس والخبير الفلاحي. أهلا بك سيد أحمد. تابعنا منذ قليل سيد أحمد تقريرا، أنت تسمعني؟ معك. شكرا أستاذ سلام، شكرا لك، بارك الله فيك ولضيفك. أحمد، منذ قليل سمعنا لتقرير يقول أن هناك توقع لإنتاج القمح الجزائري ووصوله لسبعة ملايين طن من القمح، بلغت الجزائر إذن المرتبة الثانية، محيدة بذلك المغرب، المرتبة الثانية في إنتاج القمح في إفريقيا. يقول السيد مصطفى ضيفي أن العامل البشري هو حجر الزاوية، حجر الأساس في هذه النهضة
النهضة التي تعيشها الجزائر، وأنت بصفتك خبيرا فلاحي ربما عايشت وتعاملت مع فلاحين ومع مهندسين فلاحين آخرين، كيف عايشتم هذه الطفرة سيد أحمد؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، أنا تبع جزء من التدخل الأستاذ كان يتكلم على إفريقيا وما أدراك ما إفريقيا. إفريقيا التي هي من أكبر القارات يعني من ناحية الموارد والثروات الموجودة فيها، نتكلم على المياه، نتكلم على المعادن، نتكلم على الشباب اللي أيضا يعني في القارة الإفريقية فيها شباب كثير، ولكن يعني للأسف هي من أفقر القارات نظرا لعدة أسباب، منها يعني ربما الفقر والصراعات وكذا أشياء كثيرة. سيد أحمد، لا نختلف، هذه نقطة لا نختلف فيها عن ثروات إفريقيا وما تملكه. كانت في السابق كان هناك يعني احتلال غربي لثروات الباطنية سواء في الماضي أو في الآونة الأخيرة. اليوم الأمور تغيرت، تغيرت بسواعد الرجال الآن أرادت تحقيق مثل ما قال سيد مصطفى، تحقيق هذه الطفرة. والله احنا شوف يعني منذ مجيء السيد عبد المجيد تبون على رأس الدولة الجزائرية يعني أعطى اهتمام كبير لموضوع الأمن الغذائي وموضوع الزراعة، فأنا أتابع يعني هذا الأشياء يعني كخبير كمهندس في الفلاحة، يعني تقريب معظم المخرجات تاع مجلس الوزراء يعني كان يتكلم فيها رئيس الجمهورية على موضوع زراعة، دعم الفلاح، الموارد المائية، المزارع النموذجية، بنك البذور، الفلاحة الصحراوية، يعني يعني كانت أشياء كثيرة يعني تصدر قوانين يعني جديدة داعمة للفلاح، فلاح كان يأخذ. أعطينا أمثلة عن هذه القوانين السيد أحمد، ربما هناك بعض المستمعين لا يعلمون نتيجة الإرادة السياسية لما توجد هناك تغييرات في القوانين، أعطينا أمثلة عن هذه القوانين. والله شوف من بين الأشياء الإيجابية وأن في وقت رئيس الجمهورية يعني أنشئ لوداس يعني لوفيس ناسيونال ديوان الوطني للفلاح الصحراوية، هذا الديوان اللي هو المكلف بتوزيع الأراضي عن طريق الامتياز، ففي كل مرة يعني يفتح نداء للمستثمرين وتقدر تحط ملفك يعني عن طريق أونلاين يعني بالتسجيل عن بعيد، وفيه لجنة تدرس وممكن تحقق يعني أراضي في الجنوب بكل يعني سهولة، سواء كانت في منيعة أو في أضرار أو في لغوات أو في ولايات كثيرة، يعني هذا جانب من الجوانب. مثلا هذا الديوان الوطني اللي سهل يعني الاستثمارات في مجال الزراعة الصحراوية والاستراتيجية، نتكلم مثلا على البنك البذور اللي عنده تقريب سنة، ونعرف أهمية البذور وخاصة البذور القاعدية الأصيلة الجزائرية اللي هي أساس الأمن الغذائي، وين يعني رئيس الجمهورية تكلم على هذا الموضوع وألح عليه وأنشئ بنك للبذور يعني في بدايته، وحتى بنك للجينات، لأن اليوم احنا نستورد بعض البذور خاصة في مجال الخضروات، ونعرف يعني اليوم العالم فيه صراعات، فيه مواقف، يعني العالم اليوم يعني فيه مخاض كثير، لذلك اليوم الجزائر التوجه تاعها على أن تعتمد على البذور تاعها يعني مستقبلا، انه هذا أيضا إنجاز من الإنجازات، زيادة على التفكير يعني في موضوع المياه، وين يعني كانت مقاربة كبيرة في مجال المياه، لأن اليوم غير ممكن أن نتكلم عن مستقبل الأمن الغذائي بدون ماء. الماء اليوم اللي أصبح شحيح في ظل التغير المناخ والاضطرابات الجوية وقلة سقوط الأمطار، لذلك يعني كانت مقاربة في تحلية مياه البحر من أجل إيصال الماء للشروب، وأيضا استغلال مياه الصرف الصحي ومعالجتها واستعمالها في الزراعة، اللي تقدر في السنوات الماضية المقبلة ممكن نصل إلى مليار متر مكعب، وهذه نسقوا بها حتى 200,000 هكتار. نتكلم أيضا عن المياه الجوفية، وين يعني عندها أيضا ضعف مقاربة لكيفية تسيير يعني الموارد المائية اللي هي الأمن المائي يعني مربوط بالأمن الغذائي والأمن الطاقوي. لذلك اليوم يعني فيه توجه كبير في مجال تحقيق الأمن الغذائي. نتكلم اليوم الحمد لله الجزائر صبحت لا تستورد خضروات، يعني عندنا الخضروات تقريبا طول السنة، يعني نعم في بعض وهو عكس ما كان عليه سيد أحمد مالحة الأمر طيلة السنوات الماضية. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر سيد أحمد مالحة، إذا تحدثت كفيت ووفيت في حديثك، إذا كانت هناك إرادة سياسية، الموارد موجودة، الثروات موجودة، لكن
النية والإرادة السياسية لم تكن موجودة فيما مضى، ولكن في السنوات الأخيرة شهدنا نهضة وقرارات ودعم وقوانين جديدة دعمت الفلاح ورافقها أيضا المهندسون. أشكرك على هذا التدخل السيد مصطفى هدام. إذا تحدثت أعود إلى النقطة التي ذكرتها منذ قليل، وهو التصدير، تصدير الكوادر نحو إفريقيا، وأيضا تصدير المواد التي حققت فيها الجزائر اكتفاء ذاتيا نحو إفريقيا أيضا. بطبيعة الحال تنويع الصادرات، تنويع الصادرات يعتبر شيء أساسي وضروري نظرا لتقلب أسعار المواد النفطية في السوق الدولية. ونحن عشنا أزمات في بداية الثمانينات ووسط الثمانينات، أزمات اقتصادية خانقة جراء هبوط أسعار النفط في السوق الدولية. إذن لما تربط اقتصادك بتصدير مادة واحدة، هذا خطر جسيم على ديمومة الدولة وعلى الاقتصاد وعلى السلم الاجتماعي. إذن يجب تنويع الصادرات، وتنويع الصادرات ماذا يقتضي؟ يقتضي أنك تضع استراتيجية إنتاج داخل الاقتصاد الوطني، ولكن استراتيجية تتسم بالديمومة، سواء تعلق الأمر بأن هذا التنويع يمس الفلاحة ويمس كذلك الصناعة ويمس كذلك جانب هام في الاقتصاد العالمي الجديد، وهو إنتاج الخدمات لإكونومي دي سيرفيس. هذا هام وهام جدا. إذن هناك استراتيجية على مستوى الدولة تم تقريرها أو قرارها من طرف رئيس الجمهورية، وتولت الوزارات كل حسب اختصاصها في الذهاب لتجسيد هذه القرارات السياسية. واستطعنا إلى حد الآن الحمد لله في الجانب الفلاحي، يجب أن يكون الإنسان إما أعمى البصر أو أعمى البصيرة لكي لا يعترف بهذه النقلة النوعية والكمية. ولكن أعود وأكرر أنه يجب وضع كل الآليات لضمان ديمومة هذه الوضعية. أساس هذه النهضة التي تعيشها الجزائر يقول السيد مصطفى هدام هي الديمومة. تحصل الديمومة بتكوين لكادر يعني يرافق الفلاحين. آخره ما يحدث في هذه الأيام في ولاية النعامة، الملتقى الوطني بالنعامة حول عنوانه أو شعاره آفاق واعدة للاستثمار في الزراعة الاستراتيجية وتثمين الشلالات المحلية. عن ولاية النعامة التي تعتبر يعني مثالا قويا لما يحدث من نهضة في قطاع الفلاحة في الجزائر، سيكون معنا بعد قليل السيد والي ولاية النعامة لو الناس بوزكزا. لكن قبل أن نربط الاتصال به، لأنه يعني مشغول بشكل كبير حاليا باستقبال الوفود، أعود إليك السيد مصطفى هدام. ولاية النعامة معروفة في الآونة الأخيرة في الإنتاج الفلاحي وكذلك تربية المواشي. هل هو مثال واحد؟ هل تعتبره مثال واحد النعامة؟ أم هناك ولايات أخرى أنت على علم بما يحدث فيها في الصحراء الجزائرية؟ في الجنوب الجزائري، مكتب الدراسات الذي أتشرف بتسييره، وهو المركز الوطني للديموغرافيا وللتنمية المستدامة، قمنا بمجموعة من دراسات. من بين هذه الدراسات التي أعتبرها هامة وهامة جدا لضمان أولا هذه النهضة، ولكن قبل كل شيء ضمان حسن تسيير هذا البلد الشاسع من كل الجوانب، بما في ذلك تثمين ما حبى به الله كل مناطق الجزائر، تثمينها ولكن إعطاء خلق الفرص للاستثمار.
لأن الديمومة كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك نحن قمنا بمجموعة من دراسات، هذه الدراسات دراسات متكاملة. من ضمن هذه الدراسات المتكاملة أولا مخطط تهيئة العمران داخل الولاية، بطبيعة الحال عندنا مخطط وطني لتهيئة الإقليم، وعندنا مخططات ولائية لتهيئة الإقليم. بالنسبة للإخوة المعتادين على هذه التسميات هو لسنات شيما ناسيونال داميناجمون دو تيريتوار، المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، والباو بلان داميناجمون دو ولاية، المخطط الولائي لتهيئة الإقليم. أولا اثنين نظام تسيير ومعلومات جغرافية، le système d'information et de gestion ou le système d'information géographique. ثانيا نحن انطلقنا وانتهينا من حوالي 40-45 ولاية، وسننتهي باقي الولايات قبل نهاية سبتمبر بداية أكتوبر، ما سميناه بخريطة la carte des opportunités d'investissement، خريطة خاصة بالاستثمار. معناه نحن نسعى مع كل الولايات عن طريق هذه الدراسة تحديد ما هي العناصر الواجب إتاحها لجلب الاستثمار الوطني أو الاستثمار الأجنبي. هذا يخص كل الجوانب، ابتداء من وجود الأراضي المهيئة للفلاحة، الأراضي المهيئة للصناعة، الإطار البشري، الجامعات، المدارس، مستوى التعليم، الهيئات المختصة بالثقافة، الطرق، التوسيع شبكات الطرق، توسيع شبكات النقل، كل شبكات النقل بما في ذلك النقل عن طريق الجو، أي إنشاء مطارات أو حسن استعمال المطارات الموجودة، توسيع شبكة النقل عن طريق السكك الحديدية، وهذا ما انطلق فيه في إطار برنامج رئيس الجمهورية، انطلقت فيه كل الوزارات المعنية في تجسيده. إذن خلق جو، أكثر من جو، أكثر من مناخ، ولكن أقول خلق كل فرص لجلب الاستثمار، لأنه كل عوامل مهمة، كل عوامل تكتسي أهمية بالغة. قلنا ابتدينا من العامل البشري، ثم العامل المالي الذي هو هام جدا، ولكن لجذب هذا العامل البشري وجذب الأموال عن طريق الاستثمار يجب خلق بالفرنسية يسمى ان ايكوسيستيم فافورابل ا لانفستيسمون، اي خلق إطار يسمح بجلب الاستثمار للوصول إلى ديمومة كما قلت سيد مصطفى. هذه الديمومة تحدث بمثلا كمثال عن ذلك الملتقى الذي تنظمه النعامة بشعار كما قلت منذ قليل أفاق واعدة للاستثمار في الزراعة الاستراتيجية وتثمين الشلالات وتثمين السلالات المحلية. عن هذا الموضوع معي السيد والي ولاية النعامة لوناس بوزقزة. أهلا بك السيد الوالي، نعلم انشغالك باستقبال وتحضير لهذا الملتقى، هو ملتقى وطني ومهم جدا، اهلا بك معنا. اهلا سي بوزقزة. الو مساء الخير، اهلا بكم. مساء النور، مرحبا بك. منذ دقائق ونحن نتحدث عن النهضة التي تعيشها الجزائر، واخذنا مثلا ولاية النعامة كعينة، ولاية النعامة التي بها، صحح لي الارقام اذا كنت مخطئ لانه انت ادرى بالارقام الصحيحة سيد بوزقزة، اكثر من 2 مليون هكتار مساحة فلاحية، تريدون استحداث وحدات صناعية من قطب فلاحي رائد للنعامة، تريدون استحداث وحدات صناعية تحويلية بها وفرة في المياه الجوفية وبنى تحتية شبكة كهرباء وسكة حديدية.
أعلنت أيضا منذ أيام أيضا عن تخصيص ما يقارب من 65 ألف هكتار، كل هذا يحدث، وما الهدف من ذلك؟ هل تتبعون استراتيجية معينة سيد بوزكسا؟ على كل حال مساء الخير، مساء الخير لكل مستمع، مساء الخير اكرام مع المستمع في إذاعة أفريقيا. احنا على كل حال كما تفضلت وراك سبقت وعطيت هذه الأرقام، هي ولاية النعمة مقبلة على هذا الحدث الهام، وهو طبعا لقاء اللي يجمع اليوم كما نقول متعاملين ومستمرين في القطاع الفلاحي، مع طبعا هذا الملتقى اللي هو تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية بحضور طاقم وزاري هام وكل كما نقول إطارات ومنتخبي الولاية، يكون في أكثر من 500 مشارك. المحور تاعو الأساسي هذا هو فيما يخص آفاق الواعدة فيما يخص زراعة الاستراتيجية، وكذلك فيما يخص تسمين السلالات المحلية المعروفة بالدغمة. نعم. طبعا كما قلت هو الهدف تاعنا من هذا اللقاء هو تكون فيه تحول أو نقلة نوعية في هذه الولاية اللي كانت تعتمد على طبعا الفلاحة البسيطة وأيضا كما نقول المحدودة في المنطقة، راح ننتقل إلى المنطقة الكبرى في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاعتماد على كما نقول المؤهلات المحلية في الولايات، وخاصة بعد صدور اليوم المرسوم 24-55 واللي هو مشجع ومحفز للزراعات الاستراتيجية كزراعة الحبوب، زراعة تكثيف البذور، وكذلك نباتات زيتية، تربية الحيوانات والأعلاف وغيرها. طبعا الولاية اليوم الأساس هو عندها الوفرة على العقار. إذن هناك وفرة في العقار سيد أكثر من 2 ملايين هكتار على مستوى الولاية، ومع الأسف كانت تستغل إلى القليل والقليل جدا. وبهذا هذه القفزة على الأقل خصصنا 80 ألف هكتار يعني إنشاء عدة محيطات لتستوفي الشروط خاصة بالنسبة للمياه، وهو العنصر الأساسي في هذه الولاية، واحتاج له ولاية مول ولايات أخرى مجاورة. إذا خصصتم ما يقارب 80 ألف هكتار للمستثمرين، هناك وفرة في العقار، لكن ماذا سيستفيد مثلا المنخرطون الراغبون في الاستثمار سيد الولي؟ هو على كل حال كما قلت التوجهات الجديدة تاع الجزائر هذه السنة بالذات، خاصة بالنسبة لزراعة استراتيجية بسكان الحبوب وغيرها، بالنسبة أول حاجة الاكتفاء الذاتي، ثاني حاجة بالنسبة كما نقول اليوم اللي نتكلم عليهم ضمان الأمن الغذائي، وهذه التحديات وهذه الرهانات، هذا هو هدف الجزائر سيد الرئيس. وحنا الولاية تاع النعامة كما قلت كانت من الولايات كانت ممكن تعتمد على الجانب الرعوي أكثر، واليوم كاين فيها شاسعة كبيرة 29 ألف كيلومتر في هذه الولاية. اليوم نروح المرحلة الثانية اللي كاين هي الجانب الزراعي، هذا راح يكون غطاء نباتي جديد لعمل التصحر في السنوات الأخيرة، أطلق الغطاء النباتي حتى بالنسبة للمناطق الرعوية كانت أثرت نوع الماء، اللي خلي اليوم نروح الجانب آخر وهو الاهتمام بهذه المزاعات. لأن اليوم كما نقول كبار الشركات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المعنية بهذا الإطار، يعني ممكن نقول بعض المؤسسات على غير سولاتراك والتجار عندها تجارب في هذا الإطار، نكون حاضرين في هذا المطالب العام تحت هذا الإطار. إحنا قلنا للتحفيز وللتشجيع من الطرفين، هما المؤسسات أكيد يحوسوا اليوم على فرص استثمار كبرى وإمكانيات كبرى، والمواطنين في هذه الجهة أيضا والمتعامل والسكان في هذه المنطقة تكون تخلق مناصب شغل وتكون حركية جديدة في هذه الولاية. نعم، وصلت الفكرة السيد من نسبة زكزا ولي ولاية نعامة. معي كضيف مصطفى هدام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية، أظن أنه يريد أن يطرح عليك سؤالا أو يريد أن يتدخل في سياق حديثك. مساء الخير سيد الوالي. مساء الخير سيد مصطفى، مساء الخير وصديق كما نقول لك هذه فرصه حتى كان داني في المباشره هكذا نقول لك مساء الخير والزملاء الطيبين. شكرا جزيلا. سيد الوالي انا عندي تساؤلين. اولا ولايه نعامه فيها جامعه وكذلك هي منطقه رعويه بامتياز، هل جامعه نعامه لها فرع من الفروع المختص في هذا النوع من الفلاحة، أي تربية المواشي، وهل من وراء هذا الحدث الهام الذي تقومون به على مستوى ولايتكم، هل من المنتظر الخروج بمجموعة من توصيات فيما يخص
تكوين العامل البشري. قلت أثناء هذا الحصة أكدت على أن هناك بطبيعة الحال أهمية وضع استراتيجية، أهمية وضع الأموال، وأشرتم قبل قليل فيما يخص سوناتراك وكوسيدير التي هي في صدد وضع استثمارات في مجال الفلاحي، ولكن العامل البشري يعتبر هام وهام جدا، ومشاركة الجامعة في هذه النقلة خاصة على مستوى ولايتكم هامة جدا. هل الجامعة انخرطت معكم في هذا الإطار؟ شكرا سي مصطفى. وعلى كل حال الشيء تتكلم عليه هو أصبح اليوم أكثر من ضرورة. لا يمكن نتكلم اليوم على الزراعات الاستراتيجية أو على التطور الفلاحي بصفة عامة دون إشراك الاقتصاد، دون إشراك الباحثين وخاصة الجامعات في هذا الإطار. اليوم على كل حال هذا والهدف الأساسي من هذا اللقاء هو حضور مؤسسات عمومية وخاصة، وكذا حضور الاختصاص من باحثين سواء بالنسبة للثروة الحيوانية أو بالنسبة طبعا اليوم للزراعات الاستراتيجية التي تطلب كفاءات تطلب بحوث، وهذا هو الهدف الرئيسي. لأن العمل اليوم لا يمكن أن نتكلم على كما نقوله هذا الجانب نوع فيه أكثر من لازم، وكما يكونش اليوم عمر تقنية حديثة والمرافقة تاع الجامعة. من بين الأشياء الضرورية الحمد لله الولاية تاع النعامة فيها مركز جامعي في كل المعاهد، في وخاصة في تخصصات جديدة في هذا الإطار لمرافقة هذه العملية الجديدة فيما يخص الفلاحة والزراعات الكبرى. شو تكلم عليها أيضا بالنسبة للمخرجات أو التوصيات هذا الملتقى في حضور خبراء ومختصين، وظن تجربتكم أيضا في هذا الجانب، وإن شاء الله الحضور تاعك من بين الحضور في هذا اللقاء هذا مع الطاقم الإداري والطاقم الإطارات الوزارات والمختصين. هذا هو الهدف الرئيسي لما تكون هذه في ورشتين، ورشة متخصصة في الجانب كما قلت الزراعات الاستراتيجية وكيفية بعثها ومرافقتها، وفي الشق الثاني كيفية إعادة بعث هذه السلالة المعروفة بالدغمة على المستوى المحلي اللي كان في ولاية العامة وولاية المداورة كسعيدة والبيض وغيرها بأساليب جديدة، لأنها كانت في تراجع. هذه السلالة اللي فيها كما نقول مميزات خاصة بالمنطقة، هي اقتصادية هي إيكولوجية، اليوم تخلي أهل الاختصاص خاصة فيها بعض المراكز، مراكز البحث، مراكز اليوم عن طريق التلقيح الاصطناعي، عن طريق اليوم إجراءات جديدة لتكثيف وانتشار هذه السلالة من جديد. اليوم إن شاء الله الهدف الأساسي من هذا الملتقى حضور كما نقول أهل الاختصاص من موالين ومن مزارعين وفلاحين، وحضور أيضا الطرف الاساسي كما قلت هو تاع الباحثين والاساتذه وغيرها، حيوا اطارات الدوله طبعا بحضور ساده الوزراء المحترمين اللي يكونوا في هذا الاطار، باه نعطيها هذه الدفعه هذه كما نقول الاهتمام وهذه الاراده السياسيه الموجوده ان شاء الله باش تقدر يكون التغيير. لان هذه الولايه قلت كانت ولايه فتيه، ولايه عندها مؤهلات، نعم الثروات والمؤهلات موجوده سيد ولكن لم تستغل الى القليل. جا اليوم باه تكون كما قلت تكنولوجيا وتكون أهل البحث لإعادة بعثها من جديد إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، وهو ما ننتظره في مخرجات. عندك نقطة أخرى سيد مصطفى باختصار فقط؟ سيد الوالي، هناك ظاهرة في الجزائر للأسف الشديد أننا لم نحمي بالقدر الكافي سلالات الجزائرية على المستوى الدولي، وهذا أدى إلى بعض السرقات الأدبية بين قوسين، وبعض البلدان حتى دقلة نور اللي معروفة على أساس أنها منتوج جزائري ينتج في بلدان أخرى وتوضع البصمة تاع دقلة نور. بالنسبة لهذه السلالة، هل في إطار هذا اليوم الدراسي أدخلتم هذه النقطة فيما يخص حماية السلالات الأصلية الجزائرية لكي لا تسرق كما سرقت السلالات الأخرى؟ يا سي مصطفى أنت كي تتكلم وندارك حاضر معنا في هذا التحضير الملتقى هذا. إذن هي نقطة ستذكرونها في الملتقى، ستتحدثون عنها. اسمها الدغمة، دمغة جزائرية أصيلة، هذا هو الشعار تاعها، يعني هذا رسالتهم، دمغة جزائرية أصيلة. فهمت؟
يعني راهي أرجلية ما تخلصش كل حاجه واحد اخرى. صحح لي فقط سيد الولي استسمحك، صحح لي فقط الثروه الحيوانيه، الثروه الحيوانيه لولايه عامه 1,200,000 راس. نعم انا مخطئ، الثروه الحيوانيه لولايه عامه 1,200,000 راس. 1,200,000 راس كنت هذا التراجع، لان ولايه عامه كانت معروفه سابقا كما نقول بها الثروه الحيوانيه كبيره وكبيره جدا، ولكن للسنوات الاخيره لعده اسباب خلات لهم نوع من التراجع، كانت تتجاوز جملين او اكثر. وهذه السلاله بالذات اللي هي الاصل تاعها من نعامه والولايات المجاوره اللي كان تسخر بهذه المناطق، يطلق عليها السلاله الحمراء، فيها مميزات اللون تاعها بالجوده تاع اللحم تاعها بالحجم تاعها ايضا، وشيء اساسي هو جانب الايكولوجي والاعلاف حتى هي اقتصادية، يعني ما تاكلش الماكله بزاف، وفي نفس الوقت كي تاكل العشبه هذه ما تاكلهاش كامل، تاكلها جزئيا ما تاكلهاش من الجذور تاعها. وهي سلاله تحطها. وهي سلاله نجدها بشكل اكبر في ولايه النعامه، ليس كذلك سيد الولي؟ هي الاصل تاعها النعامه، النعامه ولايه المجاوره. قلت احنا من هدف الملتقى باعاده بعثها انتشارها من جديد، ما دام فيه مراكز بحث وفيها مرافقة وفيها تدعيم من طرف الدولة، وهذا هو الأساس، يعني نقول لهم تكون مرافقة بهذه السلالة خاصة بالنسبة للموالين. نعم. بهتكون إن شاء الله إعادة انتشارها من جديد إن شاء الله. شكرا. وهذا هو كما قلت تحديات تاعنا، وهذه الأهداف تاعنا في هذا المنتخب. هو تحدي سيمكنكم تحقيقها السيد والي ولاية النعامة والناس بوزقزة بالمجهودات التي تقومون بها. نشكركم على تدخلكم ونتمنى لكم كل التوفيق فيما تقومون به وفي الملتقى الذي تحرصون على تحضيره. نعلم ضيق الوقت الذي تعيشه في هذه الآونة وتحضيرك واستقبالك للوفود لتنشيط هذا الملتقى، لذا نشكرك مجددا سيد الولي. شكرا جزيلا وشكرا لضيفك الكريم، ونلتقي إن شاء الله. شكرا لك إن شاء الله. كما أشكر مستمعينا ضيفي الكريم مصطفى هدام المدير العام للمركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية. أضفيت روحا جديدة للحصة، روحا مميزة للحصة، ذكرت تقارير، ذكرت نقاط مهمة جدا سيد مصطفى، شكرا لك. شكرا جزيلا على الاستماع. أشكر أيضا مستمعينا السيد أحمد مالحة المهندس والخبير الفلاحي كان معنا على الهاتف، وكذلك السيد منيب أوبيري رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بالجزائر. كما أشكركم أنتم أيضا مستمعين على بقائكم ومتابعتكم لنا في هذه الحصة الخاصة التي تحدثنا فيها عن النهضة الكبرى التي يعيشها قطاع الفلاحة بالجزائر، خاصة في صحراء الجزائر. كانت هناك إرادة سياسية ووجدت أيضا سواعدا جزائرية. شكرا لكم.